اللي عملنا 15 سنه في السكن كله الفلوس كله اكيد الكتروني. طب كويس ده كده ان شاء الله يعني المفروض حسب البلان يبقى ماشي حلو يعني الجي اي تي المفروض النهارده والحصه الجايه والحصه الثالثه بقى تبقى ايه هتبقى ليفر يعني هنكون خلصنا الجي اي تي كله بعد الحلاوه دي. طيب النهارده بقى هنقضيها شويه التهابات انفلاميشنز على مختلف الاصعده اوف ذا جي اي تي انفلاميشنز اوف ذا جي اي تي الاول في الاخر هنلم الفضلات والحاجات الصغيره في اخر الحصه اللي هي اللي فاضله لنا يعني في عندنا انفلاميشنز عديده جدا حسب ترتيب الاهميه مش عارف ممكن نبدا بحاجه التافهه شويه في الاول تو ستارت ويز زي التايفويد فيفر. التايفويد فيفر دي يعني ايه ما جاتش امتحان عندنا من السبعينات مش عارف يعني واخر خمس ست سنين كانت بتتشطب رسميا يعني يمكن ما اعرفش ايه الظروف هم عارف كده وشايفينها مايكرو اكتر يعني ففرصه نبدا فيها نسخن كده على ما الناس الشباب تفوق ويجهزوا يعني الكلام المهم عشان ما يبقاش اول حاجه صدمه كده خبط لازم يعني. اللي هي حمى التيفويد المفروض يعني في البلاد كلها نظيفه خلاص ما عادش المرض ده موجود لكن لا زال عندنا اللي هو الميكروب السلمونيلا سلمونيلا تايب بكل اطيافه بقى وانواعه تمام. طيب السلمونيلا تايفي ليها سكه باث واي بتمشي فيه اللي بيسموها الانكيبيشن بيريد اتس ا كابل اوف ويكس بالنسبه لنا في الباثولوجي في المايكرو وده السر يعني يمكن من الاسرار احنا بنوصفها او بنشرحها بطريقه مختلفه شويه عن المايكرو وبالتالي هم دايما المايكرو ورد ايه ليهم ابر هاند في الحته بتاعت التايفويد دي مور اور ليس. هقول لك احنا لو لينا اهتمامنا كله بينصب في ثلاث مناطق سريعه. ايه سكه الباثوجينيس؟ بيقول لك هي الاورجانيزم بيدخل مع الفود اور درينك فبالتالي هينزل فين؟ هينزل في الجي اي تي بينزل لغايه التيرمينال ايليوم. حلو؟ عند التيرمينال ايليوم الميكروب بيبقى بيكت اب باي ذا ماكروفيج يخش جوه عند الليمفويد فوليكلز. هي الليمفويد فوليكلز بتاعت الايليوم كان اسمها ايه في الهيستولوجي زمان؟ يا جامد انت يسموها بيرز باتشز بي بي يعني والبيرز باتشز دي كان زيها في القولون منتشر كان في حاجه في الكولون اسمها السوليتاري لينفويد فوليكلز الكلام القديم بتاع سنه ثانيه بقى. المهم يدخل الميكروب هنا ويبدا يتسحب منها على البلاد من الليمفاتيك الى البلاد ستريم. في المرحله دي لما بينزل البلاد تمام يا دكتوره بيبقى اسيمتوماتيك يعني لسه ما فيش اعراض بيعمل حاجه في اثناء زمان اسمها بكتيرينيا. حلو. في البلاد بقى يتكاثر داخل حاجه اسمها الريتيكلو اندوثيليال سيلز اللي هو الكتاب كاتبها لنا شوف الشياكه راك يا واد انت تمام ايه راك دي سعادتك ريكورد يعني تسجل ولا ايه؟ يقول لك راك اللي هي ايه؟ الريتيكلو اندوثيليال سيلز تمام؟ المهم ان هو يعني هل هو كاتبها فين؟ مفسرها قبل كده ولا هو كاتب ريك على طول كده؟ صح؟ بنفسه مش مفسرها قبل كده. طبعا دي سوري في الكلمه حموريه يعني انت تكتب لحد اختصار تمام من غير ما تبقى مفهمه قبلها هو لازم مره على الاقل تقول له ده ايه؟ امبيتري براكت تمام؟ هو مفترض ان انت جاي بس طبي وحود متنقل تبقى ريك على طول بقى بتدوس يعني. مكتوبه هنا ولا ايه؟ شكرا كده عشان نظلمهم. لا نظلمهم يبقى كويس. يبقى دي راك اللي هي ريتيكلو اندوثيليال سيلز طال عمرك اللي هي السيلز اللي موجوده في الليمفويد وفي كل الاورجنز والليفر والسبلين اند سو اون. تبدا السيلز تتكاثر داخلها وبعدين بوم تنزل تاني في البلاد بس بتبقى بكتيريا خلي بالك اللي جايه للدكتور بلس توكسين فتبدا تعمل لي بقى توكسيميا وسبسيميا تبدا تتلوث الدم ويبدا الاعراض هنا العيان يبدا يجي له بقى فيفر وتشيلز وهيديك ويرجع ويجيله اسهال اند سو اون السيمبتومز بقى مره ثانيه خدت بالك؟ يبقى القصه عشان كده طويله فيها بيت ستوبس يبقى الاول مايكروب بيرز باتشز بلاد بكتيريا ثم
proliferation داخل الريتيكولو اندوثيليال سيستم، ثم يعمل لنا حاجه اسمها اسيتزيميا اللي هي ابتدى ينزل البكتيريا مع التوكسنز مره اخرى، وتبدا بقى تهاجم تو اتاك اول اورجانز سيستميك بقى. وعشان كده بصي الكلمه اللي انا فوتها في الاول، اول كلمه في الديفينيشن، ات از ا سيستميك ديس اوردر او سيستميك ايلنس. يعني التايفويد مش بس بيأفكت الجي اي تي، لا ده بيأفكت ذا هول اوف ذا بودي سيستمز. بس لازم تفهم ازاي الاول، مش معنى بندرسه تبع الجي اي تي يا دكتوره، لان الانلت والمدخل بتاعه جي اي تي هاوي، دي رقم واحد خدت بال حضرتك، لكنه بعد كده بيعمل اعراض اول اوفر ذا بودي. حلو. طيب يبقى انت لو انت عايزه تذاكري تركزي كده ايه الكلمات المهمه في السالمونيلا، يبقى سالمونيلا رقم واحد انها سيستميك ديزيز، رقم اثنين ان ليها prolonged incubation period على stations او pit stops. شوف الكلمه اللي جايه بقى دي، برضه دي لو بنتكلم كلام علمي فهما كلمتين مهمين قوي. الكلمه الاولانيه انه التايفويد لما بيجي في الليمفويد فوليكلز يا جماعه بينفخها كده، يعمل swelling of the lymphoid follicles اللي في الايه؟ في اللامينا بروبريا والسب ميكوز. فالاكل وهو نازل يعمل ulceration of the mucosa. دي بقى اللي هي مكتوبه في الباثولوجيكال فيتشرز رقم اثنين، رقم واحد قصدي ان البيرز باتشز بتبقى enlarged and swollen والاوبر لاين ميكوزا شاد. بص كلمه شاد، شاد اللي هي هيحصل لها ايه؟ loss او تقع تعمل لي ulcer. مهم قوي ارسم جنبها الالسر دي لو سمحت، انا عارف انك هتزعل مني، تقول لي ارسم ايه؟ وانا هي ارسمها كده حتى عشان العملي. الالسر دي ولاد بتبقى جايه بالطول، المهم ان الكتاب بيكتب المعلومه وما يفسرلكيش ايه الامبورتنس بتاعها. هو ايه القيمه ان الالسر ده مؤاخذه تبقى كده ولا كده ولا كده، وانا هتجوز ابوها طز؟ لا، لما الالسر تبقى بالطول كده يا دكتور، اوكي، دي جارانتي تكتبي جنبها كده نو فايبروزس. نو ستريكتشر، يعني مش هيحصل لما دي تتليف كده لن تؤدي الى ستريكتشر. ان جيتي للحق ده الاوقع حتى من كلمه نو فايبروز، نو ستريكتشر يعني مش هتضايق الانتستن ومش هتقرف العيان بعد كده فور ذا ريست اوف هيز لايف. اما يقول لك يا دكتور هو انا لما اخف بعد سنه هيحصل لي حاجه، قولي له وانا هيحصل لك حاجه. ليه؟ عرفت منين ان مش هيحصل له حاجه؟ لان الابسنس بتاعته، شوف الكتاب، بص الكتاب الخبيث كاتبها لك كده، انه الاكسس بتاعها لونجيتيودينال او اللونج اكسس بارلل للاكسس اوف ذا انتستين. طب ما تقول لي بقى ليه؟ كمل جميلك عشان تعلمني صح. لا مش مهم تتعلم، المهم تبقى صح. المهم تقول لك كده وخلاص. لا لازم ابقى فاهم ايه القيمه بتاعتها عشان حتى في الشفوي. طب هتقول لي طب الشفوي في باله؟ لا، ما اصل في عندنا جار بتاع التايفويد السر، فهيساله لك، هيجي يقول لك هي الالسر شكلها عامل ازاي يا دكتور؟ فتقول له دي ماشيه بالطول لونجيتيودينال. طب ايه القيمه بتاعتها يا دكتوره؟ ان ذس ulceration will never lead to stricture or narrowing of the intestine طال عمرك. دي رقم واحد. الحاجه الثانيه دي هتعرفوها مش في سنه ثالثه، دي ان شاء الله في بكالوريوس بقى موعدنا الثاني. امتى؟ لما تيجي في امتحان الفرق او الجراحه بيقول لك يو جات ا بيشنت عنده تايفويد فيفر، هو بيفترض معاك في الشرح بيسالك عنده فيفر، بليز جو اند اكزامين ذا سبلين. انتوا عارفين الطحال هنا في الليفت سايد هنا كده تحت الريبس، لأول ما تقوم من مكانك يسقطك. يعني عارف لو قوم بس وانت قايم كده، وانت بتقوم بالبطيء هو بيحط الصفر، عارف الافلام انت بتقوم كده هو بينزل كده. ليه؟ لان المفروض انه السبلين ات ذيس ستيج از سو فراجايل اند ويك. فاول ما حضرتك هتحط ايدك عليه هتسمعي ايه؟ وبعدين يعمل كده زي الافلام دي. يعني ايه؟ يعني سبلين ركتشر، خدت بالك؟ ودي كده معناه انه مات، والتالته معناه انك اتسجنت. الناس كلها بتحبك يا دكتور، تعال لوحدك هتتسجن هتتسجن، بس الفرق امتى؟ فبالتالي بص بقى انت فين الكلام ده في الكتاب؟ بيقول لك ذا سبلين از، بص الحلاوه، صوف تمام، انلارجد اند صوف. نفهم احنا بقى بيبقى فيري فرايبل، بيبقى ايه؟ تمام، فيري ويك سبلين تمام، وبيبقى فيه انفلاميشن اند هايبر بليزيا. فعشان كده دي ليك انت بعدين هتفتكرنا بيها بعدين، دي اللي بيقول لك تمام نيفر اكزامين ا سبلين ان كيس اوف تايفويد فيفر، 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 ان
دراي فيري سموث فيري ويك فيري كونجستد اعمل اللي انت عايزه خلاص. طبعا كلينيكال لسه بنقول اول كلمه قبل ما انتوا تيجوا ان المرض بتاع التايفويد ده سيستميك ايلنس يعني بيأفكت اول اوفر ذا بودي فبالتالي فيفر هيديك تشيلز كل الاعراض ده الجي اي تي مانيفيستاشن ما عندناش مشكله. ايه الكومبليكيشنز ايه دي الوحيده اللي اكتب عليها يمكن تبقى سؤال شبه محترم يعني في الموضوع ده كله وسهل. بص بص الكتاب كاتب لك كام بوينت 1 2 3 4 5 6 7 اوكي ممكن نقلبهم في كلمتين اتنين. ايه هي ايه الكلمتين اتنين دول؟ بص حضرتك افكرك ألسر زائد توكسين فهمت حاجه؟ ثلاثة بالله العظيم ما فهمت حاجه غلط. ألسر يعني تعمل ايه يا دكتوره؟ تعمل بليدنج وتعمل بيرفوريشن بلاش هنا بس قلنا نو ستريكتشر يعني حتى لو كتبت فايبروزس بس تقول له نو ستريكتشر ده عشان هي ألسر. طب وبعد كده الباقي بالبلدي كده التوكسيميا اكتبي كده ايتس اول اوفر ذا بادي يا عيني عليك لما تبقى رايق يا رايق اي اورجان حضرتك حطي جنبيه ايتس صح من اول البرين لغايه ضوافر الرئه برينايتس استوماكايتس كوليسيستايتس لانجايتس طبعا انا بهزر يعني قصدي اقول كل التهاب بتاع اي اورجان يعني التهاب اللانج اسمه ايه؟ بلاش فضايح بقى نمونيا يبقى ما تقولوش بقى لانجايتس يبقى نمونيا استومك ما اسمهاش استومكايتس اسمها جاسترايتس صح ولا لا؟ البرين اسمها ايه؟ مننجايتس انكيفالايتس جول بلادر اسمها كوليسيستايتس ده اللي عايزك تتعلميه تصوري بس عليه طب التهاب البون والبون مارو اسمه ايه؟ اوستيومايلايتس ده اللي عايزك تعرفه فهي ايه؟ لانه التوكسين سينتشر اول اوفر ذا بودي فيبقى هنا عندنا بس كلمة ايه بص الكتاب يا لهوي مش بقى يفهمنا لا 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 الكتاب عيب فهمك ازاي توكسيميا برونكونومونيا كوليسيستايتس اوستيومايلايتس بانكونايتس اوربايتس مش عارف ايه هيبابايتس اي ايتس ايتس وانت عمال تصب ما تحفظها كده وخلاص يبقى ايه ألسر بلس توكسيميا او توكسين سلام عليكم بقى انت 100 وتمام خلاص اوكي يبقى دي ريجاردنج التايفويد معلش احنا بدأنا بيها على ما الناس تسخن بس اللي ما جاش يجي واللي لسه ما صحصحش يفوق يبقى ليا كموضوع ما تساليني هو موضوع بقول لك غريب جدا دايما يشطبوه في النظري ويسيبوه في العمل. طب يا اخوانا انت بتسيب الجار في العمل ليه؟ ما انت يا تخليه كده في الاثنين يا تشيله في اللي يقول لك لكني يبقى حاطط رجله وسايب رجله. وحتى وهي موجوده قبل ما كانوا بيشطبوها في السنين الاخيره الخمس ست سنوات بس خد بالك احنا كتاب جديد برضه. خد بالك فبالتالي everything is open. ما كانتش بتيجي اسئله. لقيته يعني يوم ما المعظم يقول لك انيوميريت فور كومبليكيشن يعني بتعمل ايه المشاكل وهي قدامك ايه خلاص ادينا في ميلان خلاص. حد عنده فيها اي سؤال او استفسار او يعني مشكله في التايفويد في الصفحه وحته دي او صفحه وكم سطر اللي فيها فهمت حضرتك. يبقى لو انت عايز تركزهم على جنب في ناس كده بتعمل حاجه لطيفه بايديها بيكتب كي ووردز الكلمات المهمه يبقى اهم كلمه ان ده سيستميك ديزيز الكلمه الثانيه انه بيعمل اوفر ألسر الكلمه الثالثه انه بيعمل توكسيميا بما فيها بين قوسين فراجايل سبلين او سوفت سبلين مفيش منها رابعه. ايه الرابعه الكومبليكيشن اللي هي توكسين ايه؟ فشوف ثلاث اسطر وست كلمات جابوا لك صفحه كامله وحفظوها لك قدر الامكان. حد عنده فيها اي سؤال او استفسار او زعلان من حاجه فيها؟ طيب جميل. قبل معلش ممكن انط نطه كده وبعدين نرجع الديزنتري موضوع حلو بس لطيف فانا عايزك بقى وانت في البرايم بتاعك ناخد موضوع اسمه ايديوباثيك انفلاماتوري باول ديزيز عشان ده صعب شويه ومش هتتخيله وعايز اشرحه مرتين مره بره الكتاب ومره جوه الكتاب فمعلش فراق مننا شويه وقت بما اننا الحمد لله ماشيين كويس مش متاخرين فاحنا ناخد راحتنا بقى عشان تفهمه لان المواضيع ازرع من اللي انت بتفهمها صح رقم واحد مش هتتعب في حفظها رقم اثنين وده الاهم انها تفضل معاك للابد بقى حتى لما تاخدها بس الكلام ده كله هو الجراحه والبطنه انصار فاذا انت فهمته من الاول خلاص يعني هتبقى المواضيع في السيف سايد مور اور ليس. ايه بقى القصه معلش بره الكتب في عندنا جه مرض الاولاد فجاه الناس ابتدت تشتكي يعني تستنينا كده بره الكتب تستنوني 10 مينتس وبعدين نرجع للتدريب. فجاه ناس ابتدوا يجي لهم اعراض غريبه جدا فجأة عيان أو عيانة ابتدى يجي لها ابدومينال كوليكس يعني آلام مغص في البطن ودايريا وبعدين بلد وميوكس بينزل مع الاستوز
طب انت لو حصل لك الحكايه دي في البيت بعد الشر اصل حد تعرفيه تقولي عنده ايه على طول؟ عنده ديزنتري، اعراض ديزنتري جاله التهاب مايكروب صح ولا كان اكل مش نظيف ولا حاجه صح؟ مش كلنا بيحصل لنا الحكايه دي لما تضرب واحد بيتزا في حته مثلا مش قوي سندوتش فول مش عارف من فين يعني ايه فجاه تلاقي ايه معدتك بطني داخل تضحك جاي الحمام بتحصل يعني ما مش عشان في سويسرا يعني عادي اوكي يعني تو هابن صح ولا لا؟ لان نظره الاسبيلاتي او ما هذا ايه الشكاوي الغريبه دي؟ الناس بتشتكي حاجات غريبه اوكي ماشي اوكي امال هم بره يعملوا ايه؟ ده الاول كده. الغريب في الامر بقى ان الولد ان الحكايه دي ما بتتعالجش وما بتخفش، كل الحكايه تلاقيها بص يا ولاد طالع نازل طالع نازل طالع نازل، يعني انا عيني في الحكايه دي اسبوع 10 ايام وبعدين يخف لوحده من غير علاج ولا حاجه. يتحسن قوي. وبعدين ترجع تقوم عليه تاني يتحسن تاني، يرجع يدوروا على ميكروب عم فيصل مفيش. يدوا ادويه وانتي بيوتكس مفيش. الحكايه دي طولت معاه لغايه ما مات. بعد 30 سنه. يعني عايشه معاه على طول هيتجنن طب سببه ايه؟ فابتدوا يدوروا، الكلام من زمان من 70 سنه احكي لك قصه تراث بس قصه بقى في الصميم يعني الشغلانه. فابتدوا يعملوا ايه؟ يعني طيب عايزين يشوفوا فيه ايه المشكله؟ فدخلوا بالمنظار، كان زمان المنظار خشب يعني زي خشب عارف كده ويقوم داخل من تحت ويبص ومن غير لا بنج ولا بتاع. فاكتشفوا ان القولون ملتهب جدا جدا جدا. فقال لك نسمي المرض ده كولايتس، كولايتس يعني ايه؟ التهاب القولون. ومعاه ألسرز كتيره فراحوا مسمينه ألسرتيف كولايتس. طيب يا اخوانا المرض ده اللي ما بيخفش واللي بيجي ويروح على مدار 30 سنه واسمه ألسرتيف كولايتس سببه ايه؟ اذا كنا مش لاقيين ميكروب لا فيروس ولا بكتيريا. في الاول قالوا عليه حاجه مش موجوده في كتابنا دلوقتي انها حاجه قديمه قوي انه مرض نفسي. ابتدوا يجيبوا الناس دول بيتكلموا معاهم. اللي لقوها جوزها اتجوز عليها واللي مراته خالته مع صديق عمره واللي ابوه وعده يجيب له عربيه لو طلع جاب امتيازه وخلي بيه يعني لقوا في قصص متساويه ورا الحكايه فقالوا ده سايكوسوماتيك يعني مرض نفسي ادى الى مرض عضوي. حديثا بقى انتوا عارفين كل حاجه بنرجعها الى ايه؟ الى خلل في المناعه. ده نبتدي وفعلا ثبت هذا الكلام ان في عندنا immune disturbance بيؤدي الى ظهور antibodies والى ظهور lymphocytes against the mucosa of the GIT and of the colon. ده القصه الاخيره يبقى ده immune mediated disorder. وعشان هو immune mediated disorder مش عارفين له سبب زي كل الامراض المناعيه. لكن بيحاولوا يعالجوه بايه؟ عشان ده مش في الكتاب بالكورتيزون يدوا كورتيزونات and so on طويله المفعول عشان تهدي المسائل شويه قدر الامكان. اوكي؟ وانا اسف لاني بشرح المرض مرض على فكره رايزنج جدا وكتير قوي للاسف شديد وانا بشرحه الاقي حد راح طالع لي زي الخازوق بيقول لي والدتي عندها بنت خالتي عندها انا اسف يعني مش هجامل هي مرض وبتتعايش معاه وبيعيش بال 50 وال 70 سنه. انا معايا عيانين بيتابعوا معايا بقالهم 15 سنه وزي الفل. بس ليه مشاكل وليه اخبار فنتكلم براحتنا وبعدين ايه ما تنقلش الاخبار دي بره يعني خليها بيننا وبين بعض زي اي مرض في الدنيا ممكن يبقى ليه كومبليكيشنز في نسبه من البشر. خلاص؟ طيب جه بقى دكتور سنة 1937 تمام لاحظ انه العيانين دول ابتدى يفحصوا كويس لاحظ ان في جزء منهم ما ينطبقش عليه الكلام ده حرفيا ازاي؟ نفس الاعراض صح واه نفس الاسباب اللي هي مش معروفه وما بيخفوش وبيموتوا لكن وجد ان الاصابه بتاعتهم مش في القولون بالدرجه الاولى لا دي في حته اسمها التيرمينال ايليم مع تحسن المناظير بقى والاشعاعات ونقل شكوتهم الاوليه في الترمينال ايه؟ قال لك لا الناس دي بقى ايه؟ انا اخدهم عندي لوحدهم وعمل مرض تاني سماه ترمينال اليايتس وحط اسمه عليه الدكتور ده كان اسمه كرون لا تسمى بيسموه قرون يا كده يا قرون يعني ايه تسمى انت محترم يعني فبالتالي دكتور كرون وسموه كرونز ديزيز فخدت بالك عشان كده انا زعلان من كتابنا ايه؟ لانه بدل كرون عن اصل، الاصل انه كان كلهم زمان اسمهم ألسرتيف كولايتس، ده المرض الاصلي. اللي سنه 37 الحاج كرون راح واخد مجموعه من الناس كده وراح راميهم كوبي بيست في حته ثانيه وحط اسمه عليهم وسماهم تيرمينال ايلايتس تمام؟ والاثنين بص بصوا الاسم الحلو يسموهم ايديوباثيك انفلاماتوري باول ديزيز.
ايديوباتيك لان لا يعلم له سبب، انفلاماتوري لانه في الاول وفي الاخر انفلاميشن. باول ليه؟ لان زي ما انت شايف بيجي في اللارج بيس في السمول انتستن في ده وفي ده، فسموه باول اللي هي جي اي تي يعني ديزيز. خدت بال حضرتك؟ طيب وديزيز يعني مرض. نبدا بقى ناخدهم واحده واحده، فهمت بقى الفكره العامه بس الاول. طيب ناخدهم واحده واحده بفضل خيرك، ونبدا بالالسراتيف كولايتس تحت اللي هو ايه؟ دايما انا ناكل في كتاب الكليه الالسراتيف كولايتس. اقرا كده معايا تلاقي الكلام مش هيبقى بقى دلوقتي. الالسراتيف كولايتس از ا كرونيك ديزيز، بيبقى في حاجه اسمها اكيوت اكزاسيرفيشن، يعني النوبات فوران او هيجان من المرض، اللي هو عباره عن ايه بتقول فيه اللي هو عباره عن ايه بيقولوا عليها ايه؟ ديزنتري لايك، اعراض شبيهه الدوزنتري، اللي هي الدوزنتري اللي هي ايه؟ اللي هي ابدومينال بين، اللي هي دايريه، اللي هي بينزل ميوكس وبلاد مع الاستول بس كده زي ما اتفقنا، اوكي؟ وما بيخفش، مرض مزمن زي ما اتفقنا. حلو، تعالى بقى ما نشوف المرض ده لو احنا دخلنا بالمنظار الان ماذا سنجد؟ ركزي في الكلام المهم قوي عشان في كلام مهم مستخبي. رقم واحد ان الاصابه دايما تبدا من الريكتم ريتروجريد ار ار. الكلمه اللي لازم معلش لو مش مكتوبه تكتبها او توضحها ايوه الشاب تمام، انه كونتينيوس. يعني ايه كونتينيوس يا شباب؟ يعني بص بص ايدي، بص وانا برسم كده، يبدا كده من تحت لفوق، يعني ما يسيبش حتت، ما بيفوتش الهواء. وانس بدا من تحت ريتروجريد كونتينيوس. لازم كلمه كونتينيوس دي يا حاج تمام، ده سؤال امتحان مش هزار. ريتروجريد عشان كده الراجل بالمنظار اول ما بيقول لي بص بيغششني ازاي، يقول لي يا دكتور ريكتال انفلاميشن كونتينيوس اب تو مثلا 50 سم 60 سم. هو حاصل عليها 70 سم ماليش دعوه، ما دام قال لي كلمه كونتينيوس دي كانه بيغششني. خد بالك انا شاكك ان ده ulcerative colitis. طيب وعنده ايه في حاله الهيجان؟ عنده ulcers من اسمه، يعني صار انت يسالك في الشفوي اشرح لي يا دكتور فلس ulcerative colitis، فتقول له والله ما ذاكرتوش. ده لازم يقوم يقلم لك، يعني ده انا بغششك. بقول لك اسمه ulcerative colitis يا حاج، يبقى انت لو انت البعيد سوري في كلمه حمار هتقول له والله ده فيه multiple ulcers في الكولون with inflammation. بس عايز ايه تاني؟ ده الراجل بيقول لك الاسم. فيبقى هنا اهو فعلا في مالتيبل سوبرفيشال اوسريشن، وتحت كلمه بقى السوبرفيشال دي خطين. ليه؟ المرض ده يا اولاد يمتاز بانه تمام بيصيب الميكوزا والصاب ميكوزا فقط. حلوه فقط دي. يعني مرض سطحي. بس لما مؤاخذه بيطلع ام العيال واللي كلفوه مش سهل يعني، مش هيقول لك سطحي ده سو شالو، لا ده شديد بس يعني اصبر علينا. يبقى هو مالتيبل سوبرفيشال ulceration. شوف الدكتور اللي دخل قلت لكم زمان المنظار يا اولاد كان عمليه صعبه جدا، كان خشبه كده يا دوبك فيها خرم والراجل بيخش بصعوبه. فالراجل اول دكتور دخل تمام بص كده يا زيزو لقى ايه؟ ulcer هنا وulcer هنا وulcer هنا والقولون كله احمر ونايل جنينه. طب وبين كل ulcer والثانيه الميوكوزا عامله كده صح ولا لا؟ لان الulcer كلمه ulcer يعني ايه؟ يعني في هبوط ارضي هنا وهبوط ارضي هنا، زي انت ما تبقى متصور بين اتنين قاعدين فيقولوا لك اوه ما شاء الله شو طويله، ايه طويله، طويله ايه هم اللي قاعدين؟ ده نسبيا صح ولا لا؟ فالراجل لما دخل ما خدش باله من الالسرز دي، شاف دول المغفل. فقال لك العيان عنده ايه؟ لما يلاقي حاجه مدلدله كده كنا سميناها ايه في الريسبيراتوري؟ يا جاب ده اسمها ايه؟ بوليب. ما شاء الله الله اكبر بوليب. فطلع قال العيان يا اولاد عنده لحميه. لما العيان مات بقى وفتحوا القولون قالوا له المغفل دي مش لحميات، ده هو عنده ألسرز خلت الميوكوزا تبقى منفوخه وتبدو كما لو كانت لحميه. قال لهم بسيطه نسميها سودو بوليب ونخيط العيان في الامتحان بقى. فين السودو بوليب يا حاج؟ يبقى السودو بوليب لا يوجد. اول ما تسمع كلمه سودو بوليب والا ايامك هي اللي هتبقى سودو. سودو بوليب دي لا تذكر الا في مرض واحد اسمه ايه؟ يو سي ulcerative colitis. صحيح؟ تمام خدت بالك بقى الكلام؟ فالدكتور لما بيجي بقول لك الدكاتره بيبقى بينهم كده لغه لمؤاخذه تعبانه، هو مش عايز يقول لي ان ده عنده حياه، مش عايز يقول لي ده ulcerative colitis، فيبدا يقول لي ايه؟ المرض ده في الريكتم وطالع كونتينيوس. بص الاشارات
وفي ألسر with سودو بوليب. يا لهوي ده ناقص يكتب لي بقى ألسرات الكولايتس يعني في بعد كده كمان. طيب لو ده العيان بعد خمس ست سنوات القولون يبدا يحصل له حاجه اسمها تليفات فايبروسس. فكتير قوي عيانين يروحوا للدكتور، انت عارف العيان دايما يحب يستنصح، ده عيان مصري يموت في الاستنصاح، فساعات يروح للدكتور يقول له ايه؟ معلش يا دكتور اول مره اروح للدكتور واجي وبعدين تعمل له منظار تلاقي عنده ستريتش. يقول له يا كابتن انت بالك على الاقل 10 سنوات وبتتابع مع دكاتره وشايف الدنيا ما تستهبلش. يقول لك اه معلش بس يعني عشان اديك الكريدت يعني ان انت اول واحد بقى تشوفني اول واحد تعمل لي منظار والكلام الخيبان ده بتاع الناس. فيبقى هنا يبقى خدت بالك يبقى في ثلاث كلمات في الجروس فيكشر ارجوك ما تتنحليش. رقم واحد ان المرض يبدا من الريكتوم كونتينيوس. رقم اثنين ان في مالتيبل سوبرفيشال ألسريشن. رقم ثلاثه سودو بوليب. جرب تنسى واحده من الثلاثه دول هيشنيارك. يعني اي كلام هتكتبه بعد كده ليس له قيمه وانا اسف. جبنا من الاخر. وعايز نحلف لك احلف لك مش هتعدي من سنه ثالثه الا ما تتسال في الصفحه دي اللي هي بتاعت الالسره دي اقطعها كده دي لوحدها بالكتاب كله. يعني ما فيش صفحه في الكتاب اضمن لك انها هتتسال فيها زي دي لان ده شغلنا اليومي. يعني انا واحد من الناس ما عنديش اسبوع بيخلو الا حاله سسبكت الالسراتيف كولايتس او كرونز ديزيز الالسراتيف طول النهار بقى رايزنج جدا الانسيدنس والفكر بتاعها. فبالتالي لازم هتلاقيها في الامتحان. فعشان كده لو سمحت عشان كده ده موضوع النهارده. انت عارف لو خدت النص ساعه دي ومشيت انت اللي كسبان برضه. فيبقى هنا عندنا الجروس وقلنا الايديولوجي وقلنا الكلينيكال كمان ما شاء الله فاضل لك الميكروسكوب شغلنا احنا بقى. شوف بقى ساعات لو العيان جاي في فترات الهياج اللي هي عنده تعبان يعني عنده المغص والاسهال والنيله وحالته بالبلد ماذا سنجد؟ اولا في كلام عام. اي حد شاطر من بتوع جيد جدا وانت طالع ممكن يكتبه مش ده اكيوت انفلاميشن اسمه ulcerative colitis هيكتب لي كده ان في ulcers of the mucosa يعني ميكوزا فيها ulceration ادي جوه. نمره اثنين في اكيوت انفلاميشن اللي هو بيبقى فيه dilated congested capillaries وفي نيوتروفيلز وفي ماكروفيجز صح؟ وانا كراجل بصلح قاعد عمال اديله صح 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 بس اللي دي عليها خمس درجات هديله درجه عشان افصله عن الحلوف التاني اللي هديله صفر اللي ما كتبش حاجه. انما مش اكتر من كده، طب ليه؟ مع ان انت بص كاتب كلام فقط كده على فكره موجود في الكتاب لان كل الكلام ده كلام عام يمشي مع اي التهاب في الدنيا يا دكتور، انا لم اشخص شيء. لكن امتى التشخيص يجي بقى؟ لما يبدا يكتب الكلمات الاتيه، رقم واحد انه الانفلاميشن سوبرفيشال. اول ما يكتب لي سوبرفيشال دي ابدا اتعدل، كنت حاطط رجل على رجل والسيجاره في كوبي وبتاع، نازل رجلك وصلح عدل، دوت جاهز بقى. يبقى رقم واحد انه الاصابه هنا الانفلاميشن سوبرفيشال. رقم اثنين انه الاصابه دي بتعمل اوبا على الكلمات اللي جايه دي ربنا يستر علينا وعليهم. الاصابه دي بتعمل نيوتروفيلز داخل الجلانز. سميها جنبها كده، وعلى فكره عاملين لها صوره في الكتاب حلوه قوي. صراحة يعني أمان دي يا أولاد بيسموها كريبت أبسس. دور على الكلمة دي بتاعت كريبت أبسس اللي هي الصورة بتاعت الكتاب اللي تعبانة الدكتور فيصل هي دي. دول يا أولاد بص دي حالة ألسراتيف كولايتس حقيقية تحت الميكروسكوب من على النت. شايف دي الجلاند شايف حضرتك كل اللي جواها ده نيوتروفيلز. فدي أول ما أنا أشوفها أزغرط. ده معناه إن أنا دخلت في حالة ألسراتيف كولايتس بنسبة كبيرة تشخيصيا انا ببقى مستريح مش دعوة عليها. هو الدكتور بتاع خطوة ثلاثة هيعملي شغلي انه يبقى بيرفكت. فبالتالي الصراحة دي هدية. ده كلمة مهمة. يبقى في عندنا تمام كريبت ابسس يبقى جبنا جول. الكلمة الثالثة بقى برضه موجودة في الصورة على فكرة اللي ياخد باله. المفروض احنا قلنا المرض ده بيجي في القولون صح؟ ايه رأي سعادتك انه مع الالتهاب المتكرر وموت وتكاثر الخلايا في خليه بتقع ما بتلحقش تتكون وتتجدد اسمها الجوبلت سيل. فهتلاقي كاتب لك حاجه اسمها جوبلت سيل ديبليشن او ديكريز الجوبلت سيل مش عارف كاتبها بانهي اسلوب الحقيقي والله كده يعني ما بشوفش يعني هي دي او ديبليشن اوف ذير ميوسين في الابثيليوم اللي هي الجوبلت سيل لوس اوف جوبلت سيل اند ديبليشن اوف ذا ميوسين لنتيجه الريجنريشن السريع. انت عارفه الميوكس ده عايز تحويش ما عندناش وقت.
ده السلح يلا بتتكون تموت تتكون تموت. هتحوش ميوكس امتى؟ ساعات شكل. وفعلا لو تاملت الصوره تحت دكتوره مات هتلاحظ ان مفيش ميوكس، مع ان ده كله المفروض كانت تبقى لو جبت صوره الهيستولوجي بتاعت سنه ثانيه تلاقي مليان ميوكس اللي هي البابلز الفراغات اللي بتشوفها في العملي مش موجوده هنا. فدي بنقول عليها كومبليت سيل ديبليشن فور اكزامبل. ثم بقى الكلام نرجع للكلام الخيبان بعد الثلاث كلمات دول لو سمحت. ذهب يبقى رقم واحد سوبرفيشال، رقم اثنين في عندنا كريبت ابسس، رقم ثلاثه جوبلت سيل ديبليشن. ثم بقى الكلام مش حلو اللي هو كاتب لك سيفير ميوكوزا القديمة كونجستشن نيوتروفيلز، كلام اللي هو الايه؟ الهجس ده العادي تمام. ده الف مبروك تبقى انت تمام. ده في الاكتف فيز. طب في الحالات الكرونيك بقى اللي بقى لها سنوات اللي انا بقول للدكتور حتى لو هو شايف العيان ده اول مره خد بالك المريض ده قديم قوي. انك تلاقي في جام تلاقي فايبروزس، تلاقي حاجه اسمها جلاندولار ديستورشن، يعني جلاندز تبقى شكلها بصوا مش ريجولر كده تبقى ريجولر. ثم اخر حاجه في حاجه اسمها ديسبليزيا، دي اخطر حاجه، هو ده مربط الفرس. ليه ديسبليزيا؟ لان دي ممكن تبقى بري كانسرس يا ولاد، ده دي المصيبه السوداء. هو العيان ده هو ايه قيمه ان انا اشخص مريض الالسيراتيف كولايتس as soon as possible عشان بنحط له خطه للمتابعه. ده بيعمل متابعه كل ست شهور ثم كل سنه لما الامور تتعدل معاه. ليه؟ ايه الغرض منها طيب؟ ما انا ممكن اكلمه وخلاص، لا الغرض اني باخد عينات الدكتور زيزو من كل شويه عشان اشوف متى ستبدا الديسبليزيا، لانه لما يبقى في ديسبليزيا لازم الارمنج، ولما تزيد الديسبليزيا ساعات بيضطروا يعملوا حاجه اسمها بروفيلاكتيك يعني حمائي كوليكتومي، يقصوا القولون قبل ما المساله تخش في كانسر بجد، لانه للاسف ده الفيت سونر اور ليتر بعد 20 سنه 30 سنه 50 سنه للاسف الشديد في نسبه كبيره هتقلب. فقعد قال لي طب ما تستنى لما تقلب وبشيل، لا ما هو ممكن لما تقلب ساعتها يكون عمل ميتاسس في الليفر، باي باي كمبوره في سنه طيب. لكن انت كل ما تشيل بدري بتعرف تصلح تاني مكان القولون ويرجع العيان تاني 100% تمام قدر الامكان يعني. لما بتحصل المساله مش دايما ورديه كده بس ساعات. وعلى فكره ناس كتير ما بتقتنعش بالفكره دي وللاسف الشديد بيجوا في مرحله متاخره بعد ما يكون قلب كانسر وتبقى مصيبه سوء. وبالتالي لما اجي اسالك بس سؤال المفروض سهل بالنسبه لك، هو ايه الكومبليكيشنز بتاعت عيان الالسيراتيف كولايتس؟ ما دام السر انتوا حافظين المشاكل الثلاثه بليدنج بيرفوريشن فايبروز. وبما انه مرض مزمن ما بيخفش يبقى فيه مشكله خطيره ثابته من ايام الريسبيراتوري اللي هو سكندري امايلدوزس. وبما انه في ديسبليزيا يبقى بري كانسرس يبقى يؤدي الى كارسينوما كده. عشان بس نفسي افكرك في الحاجه عشان ما كاتب لك بقى طبعا لازم الكتاب يرمي لنا كورس في الكلوب لازم يحط كلمه فارغه ده اللي اعرفه احنا كتبنا كده فكاتب لك في الاخر ليفر دامج دي اكتبي ديو تو الاميون ميديتد ديزيز اللي هو ما دام عنده مرض مناعي فبيبقى عنده كتير انتي بوديز بتروح ضد البايزاكتس اوف ذا ليفر فتعمل للعيان ده تليف هناخده بعد كده اللي اسمه تليف البايل بيسموه بيليري سيروزس ليتر اون بس دي رير يعني. فبالتالي يبقى تاني الالسيراتيف كولايتس ده مرض مهم جدا جدا. قلنا ده عندنا مجموعه امراض بتدي اعراض الدوزنتاريا اللي هي الاول العيان لا يلقي لها بالا، مجرد اسهال، مجرد مغص، مجرد شويه دم بينزلوا مع البراز، يبدا ياخد انتي بايوتيك ما بيتحسنش، يروح للدكتور ما بيتحسنش، ياكل مسلوق ما بيتحسنش، وهو بيخف لوحده. طبعا مش بيخف 100% بس يعني اتحسن احسن، دايما العيان بتاعنا الحمد لله مؤمن وموحد فيقول الحمد لله احسن، الحمد لله المغص اقل، الحمد لله حلو حلو، بس ما بقاش نورمال قوي بس احسن بكتير. هوب بعد كام شهر تقوم عليه قومه مره ثانيه وبالتالي وهكذا تفضل هكذا تواليك بقى ايه طول عمره. المرض ده اذا اصاب القولون يبدا من الريكتم واذا بدا من الريكتم بيكمل كونتينيوس وهو مرض سطحي سوبرفيشال بيصيب الميوكوزا والصاب ميوكوزا مينلي. ثم له كلمات مهمه بقى من ذهب بالعين بالمنظار يا دكتوره اهم كلمه هي دي اللي بيسموها فولس بوليبس او سودو بوليب. ليه؟ انا واقف اهو مع اثنين طولي فجاه الاثنين اللي طولي دول قعدوا فيبقى بان انا طويل قوي كده ما شاء الله طويل لا هم اللي يصروا فبالتالي دي بتعمل حاجه اسمها
فولس بوليب نتيجة الألسرز المتكررة اللي جنب بعضها. تحت الميكروسكوب الكلام المهم ايه؟ الصورة بتاعة الكتاب انك تلاقي نيوتروفيلز inside the crypt او inside the gland سموها crypt abscess دي مليون جنيه. ثم انه الإصابة superficial ثم اختفاء الميوكس والجوبلت سيلز دي كلمة مهمة جدا نادرا ما نجدها في القولون الا مع هذه الكتابة. ورغم كده تحب اقول لك ازيدك من الشعر بيت حضرتك قلنا في الخليج اقول لك كلمة كمان انا ما اقدرش اكتب للعيان في التقرير بتاعي ان this is pure ulcerative colitis انا بقول له suggesting وانت مع الدكتور بتاعك بقى تابعه مع بعض واعملوا اشعاعات واعملوا تحاليل واعملوا انتيبوديز لان المرض ده فيه كلمه الكتاب ما كتبهاش عشان عملت مشاكل كتير قوي مع الطلبه ومع الدكاتره ومع الناس ان المرض ده كل الكلام اللي احنا بنقوله حلو لكنه بيقولوا عليه نون سبيسيفيك او لو سبيسيفيك زي مثلا البلاريسيا انا البلاريسيا لما بشوفها بكتب العيان عنده بلاريسيا حتى لو العيان ده دونالد ترامب ماليش دعوه يلعن ابو شكله عنده بلاريسيا يبقى عنده بلاريسيا ده بيسموه سبيسيفيك انما هنا لا كتير من العيانين دول على فكره بيطلعوا بعد كده عندهم ميكروبات تبع الدكتور مرعي بس ميكروبات نادره بقى احنا عندنا في مصر مفيش امكانيات مشخصه ولا في العالم العربي بيروح انجلترا في معامل مخصوصه هناك مايكرو ما عندهمش الاطباق بقى نعمل ومش عارف لا بيشتغلوا شغل عالمي وبي سي ار ومش عارف حاجات بقى عالميه اوكي وبيعالجوا الانتي البكتيريا دي بانتي بايوتكس مع انه الناس بتخف خدت بالك؟ فبالتالي عشان العيان ما يجيش يقول لي بعد كده شفت انت بتقول لي عندك انا ما طلعتش انا كلام الاهلي فانا بكتب لك انت عندك حاجه اسمها احنا في عندنا تيرم في الباثولوجي كده ما احنا برضه ما بنتغلبش اسمه اكتف كولايتس سجستيف احتمال يطلع شوف انت مع الراجل بتاعك الدكتور بتاعك الدكتور المايكرو بتاعك كلام الاهلي اطلقه في الحيط احنا بنديك الصوره التقريبيه وبنقربك بس للمساله اند اكس ماليش دعوه اوكي فده ريجاردنج الايه؟ الالسراتيف كولايتس كور اكزامبل اخوه بقى اللي فوق منه اسمه اللي هو قلت لكم عليه في اول حصه اللي هو ريجيونال انترايتس او بيسموه مرض كرون على اسم الدكتور اللي وصفه الحاج كرون بيه كرون بقى لقى ايه؟ شو بقى الاختلافات يا سلام يا حبذا طبعا انا بحرق في بحر انسى الكلام ده ان لو انت تجيب ورقه وقلم كده وتفاضل بين الاثنين اصل دول عارف فاكرين زمان النمونيا والبرونكو نمونيا دول عاملين زيها يعني انت لن تصدق انه الاثنين دول رغم ان هما كانوا مرض واحد زمان الى ان تقريبا 90% من الكلام عكس بعض عكس بعض ازاي؟ اقول لك ناخد الحاجات المختلفه وبعدين المتفق الحاجات المختلفه ان مرض الحاج كرون المكان الاصلي ليه هو التيرمينال ايليوم وليس الكولون او الريكتم زي الثاني دي رقم واحد تمام؟ نمره اثنين ده في ميزه كمان انه بيجي at any side of the gut يعني مرض كرون ده ممكن تلاقيه حضرتك في اللبس وفي الطن وفي الاستومك وفي الاسوفيجاس وفي السمول انتستين وحتى اللارج انتستين احنا كتير قوي نلاقي في الريكتم الدكتور ساعات لما يبقى حمار يبقى مخضوض اقول له ده كرون سسبكتنج كرون ديز يقول لي يا دكتور ده انا عينه من الريكتم ايوه يا زفت ما انا عارف هو ده بيجي في الريكتم كمان انما الالسراتيف كولايتس ما يجيش في الكليه فيبتدي الفرق يبقى مرض كرون هو مكانه المفضل ضمن الايه لكن ممكن يجي في اي حته ثانيه لا غبار عليه شغال معانا برضه اوكي اتفضلي يعني هو هلا بيجي في الترمينال ايه بعدين بترجع للريكتم ولا بيجي لا بالشرط ده لا بالشرط ما دي لسه هقولها دلوقتي سلام عليك يا ماجد النقطه الثانيه وعلى فكره كنت ممكن اطنشها لغايه الاخر بس ما دام ابتديت نسالها بقى ان المرض ده بيعمل كده بصوا فاكرين الرسمه قبل ما انتوا تيجوا اللي قلناها بتاعت الالسرات فلويدز كانت ازاي؟ صح؟ بصي بقى اخونا كرونز بيمشي ازاي؟ تمام؟ يا ودتنا بالظبط كده نون كونتينيوس بيسموها بص الكلمه دي سكيب ليجنز او سكيب ايريز عارفين سكيب زي الايه ده؟ تقفز سكيب ليجنز فبالتالي كلامك قد يكون مظبوط يا مجد وقد يكون مش مظبوط يعني بمعنى ايه؟ ممكن يكون عنده بؤره في الترمينال ايليوم وبؤره في القولون وبؤره في لسانه وقد يكون معلوم لان هو بيعمل حاجه اسمها سكيب ليجنز دي حضرتك طال عمرك كلمه مهمه جدا او سكيب ارياز اول ما تكتبها الراجل عارف انك فاهم يبقى انت دخلت في الحته بتاعت مين؟ بتاعت كرون دي رقم واحد خلاص يبقى هنا بص الديفينيشن والله كاتبين اهو ايديوباثيك كرونيك انفلاميشن ذات مي اوكير بص at any area of the GIT يعني على الكتاب بتاعنا لما يبدا
ثم كاتب لك بقى ان هو سكيب ليجن. الحمد لله يعني ما قلناش كلام وحش يعني دلوقتي مفيش كلام قبيح في الموضوع. شوف بقى اللي جايه دي بيعمل ألسرز برضو زيه زي الألسرتيف كولايتس. بس بص بقى حضرتك الفرق ان الألسرز هنا فيها نوع من اثنين، يا تبقى كده يا تبقى كده. يا ريت لو ترسميها انت عندك الرسمتين دول برضه. ايه بقى الكلام ده ولاد؟ يا اما الألسر تبقى دي فبيسموها لا مؤاخذه شرخ فيشر ألسر. اول ما تقول له فيشر ألسر دي اللي هي بتوصل لغايه بره يا دكتوره. فاكره الألسرتيف كولايتس كنا بنقول عليه ايه؟ سوبرفيشال. خدت بالك؟ انما ده بسم الله ما شاء الله بيمشي كده ويمشي كده. ادي هي دي الاولانيه سموها فيشر ألسر. طب وايه دي بقى؟ دي بيسموها اللي هي ملتويه ألسر زي التعبان بيسموها ايه؟ سيربنتاين ألسر. اللي هي بتبقى ممكن تكتب كده elongated irregular ulcer. مش لازم ايه الكلام بتاع الكتاب او كده يبقى سيربنتاين ألسر. اللي هي بتبقى ايه؟ لو هي سوبرفيشال شويه بتخش كده عندنا هنا اهو ايه؟ ان بتوين الألسر. حلو. الكلمه اللي كاتبها كده مش بطاله لما بتبقى كلاسيك كيس. بص حضرتك كرونيك دي الميوكوزا كده المفروض اجيب لكم ليها شويه صور كده المره الجايه من المنظار. بصوا لما يبقى فيه الريجولر ألسرز كده ادي واحده وادي الثانيه وادي الثالثه اوكي. فبيقول لك بتخلي الميوكوزا الميوكوزا بقى الملتهبه اللي ان بتوين الورمه دي تبدو كان عامله حاجه زي بيسموها الكوبل ستون. عارفين الاحجار اللي بتبقى في الجنينه في الزرع عشان نمشي عليها ندعس عليها دي عامله زي عليها كوبل ستون تمام اللي هي مجسمات او بارزه كده فيسموها كوبل ستون ميوكوزا ابييرنس اوف ذا ميوكوزا. ليه؟ ان الميوكوزا فيها كرونيك انفلاميشن ورمه وحواليها فيشر ألسرز او سيرفنتين ألسرز اللي هي الريجولار ألسريشن فمدياني ايه المنطقه بتاعه الايه اللي بيقولوا عليها الايه السيرفنتاين او بيقولوا عليها سوري اللي هي الكوبل ستون. يبقى شوف الكلام الفرق. بص لما يجي يقول لك قارن بقى وعادي جدا على فكره ممكن يسالك السؤال ده كومبير بين الابسرتيف كولايتس والكرونز ديزيز يبقى مين سوبرفيشال مين في الميوكوزا مين اللي بيبقى فيه سودو بوليب الابسرتيف كولايتس. ده بقى على العكس خدت بالك ان الميوكوزا تمام هنا اهو مفيش بقى بالعكس في كوبل ستون مش سودو بوليب في عندنا سيرمنتين وفيشر ألسر مش سوبرفيشال وكمان هنا خد بالك ان الانفلاميشن هنا بيقولوا عليه بصوا بقى تحت الميكروسكوب الكلمتين اللي جايين دول ترانس ميورال دور على الكلمه دي تحت ترانس ميورال يعني ايه؟ يعني بيضرب اي ترانس في السطر الثاني في الميكروسكوب ترانس ميورال يعني بيضرب ذا هول ثيكنس ميوكوزا سب ميوكوزا ماسكيوزا سيروزا كله اوكي. ثم ساعات بيبقى معاه حاجه اسمها نون كازييتنج جرانيلوما. عارفين شبه التي بي زي التي بي بس من غير نكروسس من غير كازيشن بيعمل جرانيلومز ابثيليويد جرانيلومز تمام. دول اهم كلمتين عندنا ترانس نيورال تمام وفي عندنا اللي هي نان كازيتنج جرانيلوما طبعا معاه فايبروسس بقى وكرونيك انفلاميشن ده الكلام المعتاد اللي احنا ممكن نجده. طيب حضرتك تتوقعي ايه الكومبليكيشنز؟ ما هو زيه زي التي بي ما دام مرض كرونيك ممكن يحصل فيه مثلا على طول المده اميلدوزز برضه بيعمل بليدنج بيرفوريشن فايبروزز يعني الكلام المتشابه زي بعض يعني. وعلى فكره برضه ممكن يعمل كانسر بس هو الكتاب مش كاتب كده بس يعني ممكن بالنسبه الكلمه الجديده هنا بقى مال ابزوربشن حط تحتها خط بما انه اشهر مكان ليه التيرمينال ايليم بتاع الابزوربشن فممكن كتير قوي العيانين بيجوا وعندهم اعراض شبه التي بي بالذات لما يبقى يانج ايج تابع عينج ايلك وعمال يقول لي كان بخس وعندي اسهال ومش طايق الاكل وكلام من ده تمام وحظ الدكتور النحس لو سحبنا عينه لقينا عنده جرانيلومز فممكن يقول له انت عندك تي بي ولو قال له عندك تي بي وخد علاج التي بي هيموت. خدت بالك؟ اه والله الاثنين دول اصلا علاج التي بي يدمر المناعه طب هو اوريدي مناعته زفت فده يخلي المرض يأجريفيت منه. فدايما بنبقى حريصين قوي في العيان بتاع كرونز ديزيز ده خصوصا انه في تشابه بينه وبين يبقى شوف يبقى انا لو منك مهم قوي انك تميز وخد بالك الكلمات المهمه اول ما تسمعي كوبل ستون تيرمينال ايليم فيشر ألسر
ترانس نيورال نان كازيتنج جرانيلوما مال ابزوربشن، كل ده يساوي على طول كرونز ديزيز او تيرمينال ايلياتس. بينما ما تسمعي كلمه سودو بوليب، جوبلت سيل ديبليشن، كريبت ابسس، كارسينوجينيك للكولون، كونتينيوس، التاني في حاجه اسمها سكبليشن كنا فوتناها برضو عملنا سكبيك في المراقبه. فدي برضو ايه يعني، في عندك سبع ثمان نقط لطيفه قوي يجمع لك الاثنين. وزي ما قلت الاولاد دول اخطر صفحتين في الكتاب كله، يعني دول اللي هي كرونز ديز واتصابت كولايتس، وزي ما قلت مش هتعدي منهم، تطلع تنزل هيصطادك. ايه هتلاقيه ايه يطلع كاشك سؤال فيه، لازم مهما عمل حاول تزوغ مثلما تريد مش هتقدر. حد عنده اي سؤال فيهم بقى اللي انتوا عايزين اساله؟ يبقى خدنا النهارده يوم التهاباتي امتياز، نفسي نخلص جزء الالتهابات اللي فاضلين عشان يبقى خدنا التايفويد فيفر كلها، وخدنا الالسنتيف كولايتس وكرونز ديزيز اند انفلاماتوري باول ديزيزز. دلوقتي بقى ناخد الدوزنتاريا، دي السهله بقى. الدوزنتاريا حلوه صفحتين برضه حلوين، هي والابنسايتس. لو عرفنا نعمل الاثنين دول يبقى يوم النهارده 100 فول و14 بس كده تجيب المهم تقروا الكلام ده اولاد الكل ان شاء الله، لان معنى كده انه سيف ان شاء الله المره الجايه هيبقى ايه كل الجي اي تي باذن الله بمواضيعه خلص تماما. وده حاجه ساين جود ساين بس مش عايزين نقول. المهم الدوزنتاريا بقى، دي الدوزنتاريا اللي بجد اللي هي الفيري كومن، اللي هي العيان عنده نفس الاعراض. طب الدوزنتاريا ايه برضه؟ اصل الكتاب معتبر ان احنا اغبياء فعمال يعد لنا ويزيد فيها. الدوزنتاريا عادي، العيان بيبقى عنده ابدومينال بينز، وبيبقى عنده حاجه اسمها تينسمس. كل الناس تسال ما التينسمس في البار اللي هي الفول سنسيشن اوف ديفيكيشن. اصل ساعات تينسمس بعدين اقول له ايه التينسمس، فيقول لي تعنيه، وانا فهمت الاولى عشان افهم الثانيه، ما الكلمتين العب من بعض. يعني ايه برضه؟ ماذا تعني بتعنيه؟ هو فاكرني مثلا البحتوري يعني تعنيه فانا خلاص يعني. لا اللي هي فول سنسيشن اللي هو ايه؟ طول النهار قاعد في الحمام يعني، يخلص ويفاضي ويطلع وبعدين يخش تاني، مفيش حاجه بتنزل بس عمال بيحزن. تمام ستريننج، فدي بيسموها تنسمس، ويطلع ميوكس وممكن بلاد مع الستولز مع الدايريه. الدايريه فيها ميوكس وبلاد، دول الكومبينه دي بيسموها ديزنتري دكتور فيصل. عشان كده حتى الالسرتيف كلايس وكرونز ديز بيقولوا على الاعراض بتاعتهم ديزنتري لايك، لانهم عنده نفس الكلام ده. هي بس عندنا بقى هنا اهو المرضين الاشهر في حاجه بدين بالمايكرو احتراما للاستاذ الدكتور مريم بيه، في عندنا حاجه اسمها تمام اللي هي الشيجيلا او الباسيلاري ديزنتري. لو حلفت لك ان ما فيهاش ولا كلمه محترمه هتزعل مني، نص كلامها جنرال والنص الثاني مايكرو وسلامتك. ليه بقى؟ ده مايكروب خدناه في الجنرال، هتقولي ما خدناهوش كداب، خدناه وجبنا سيرته. ده اللي بيعمل حاجه اسمها سودو ممبرينس انفلاميشن. افتح الكتاب الازرق يا لبن. سودو ممبرينس بلاش. واحد قال لي طب انت بتروح بعيد ليه؟ هو احنا مش خدنا سودو ممبرينس دي في الريسبيراتوري قبل كده؟ في اي مرض؟ مرض واحد. ايوه جيت يا جامد ديفتيريا. هو نفس الكلام، فانت هاتها من هناك يا قلب ما توجعش قلبي وقلبك. انت ذاكر الحاجه مره واحده، ما انت اللي هتقعد تذاكر نفسك. فهي نفسها يا اما بالديفتيريا يا اما تجيبيها من الجنرال نفس الكلام، لان نفس الفكره اللي هي سودو ممبرينس انفلاميشن. خلص الكلام، مات الكلام، اللي هي ميكروب بيدخل، فاكرين نفس الرسمه اللي رسمناها، ويطلع اكزوتوكسين فيعمل نيكروسس وتحت منه انفلاميشن، ويعمل لنا الممبرين اللي بيبقى ادهرنت، والممبرين ده لو فك يعمل ألسريشن، ويبقى معايا يا دكتور فيصل توكسينز اول اوفر ذا توكسيميا زي ما قلنا هناك في الدفتيريا. قعدنا نغني ونقول ديجنريشن ونكروزس بالسوبرا رينال ومش عارف ايه، نفس الكلام هو هو اعاده. فانت الكتاب بيضحك عليك عمال ايه يغني وحيد غني وحيد، هي نفس الكلام. شيجيلا ديزنتريا نفسها زي الدفتيريا، هي نفسها زي الجنرال، نفس الكلام. قايل لك ليها انترودكشن باي ذا فود اور درينك بتأفكت الليفت سايد اوف ذا كولون، والباثولوجيكال فيتشرز هتلاقي الميكوزا فيها سودو ممبرين مع ايديما وكونجستشن وسوبرفيشال ألسريشن. حلو قوي. ايه بقى الكومبليكيشن؟ طب انت مش مذاكره، مش ده بيعمل نيكروسز يعني بيعمل ألسر، يبقى في ثلاث مشاكل ثابتين كان زهقتوا منه: بليدنج، بيرفوريشن، فايبروز. ادي ثلاثه وحشين، ثلاثه من سته. طب استخدت سبت يعني غيره. زيه زي الدفتيريا في توكسيميا،
اوه طب تروح بقى فاضل لك ايه حضرتك حاجه خدناها مع الرابيد بريستانسس لما لوب يسقط جوه لوب كنا بنسميها ايه؟ خدناها ايوه انت سيسبشن برافو وزيها في واحده ثانيه لما يسقط بقى الريكتم في الشارع بيسموها برولابس مرض مشهور بيجي عند بعض الناس انك تلاقي طالع من الانس بيس راد كده اهو بيجي ساعات في الاطفال او في الكبار اوكي العيب بيفتكرها بواسير بينما دي بتبقى جزء من الريكتال ميكوزا سقطت كده طلعت من الانس ده بيسموها ريكتال برولابس يبقى الاثنين دول ثلاثه واربعه اكتب عليهم رابيد بريستالسيس يعني ده عشان الرابيد بريستالسيس بينما واحد واثنين وخمسه دول بسبب الالسريشن ثم الجنرال مانيفستيشن اوف توكسيني وبعدين الكتاب ما شاء الله زي ما بدا زي ما انهى في الديفينيشن قال لنا ايه هي الدوزنتاريا وفي النهايه كلينيكال بيكتشر كاتب ثاني يعني ايه دوزنتاريا اي حاجه يعني مش قاعد تضيع الوقت بقى اللي هي زي ما قلنا نفس الكلام عندنا من الابدومينال بين والدايريا والباسج اوف بيوكس اند بلاد حد عنده فيها اي سؤال؟ اوكي؟ تمام اوكي نيجي بقى للباسيلري بعد الباسيلري في حاجه اسمها امابيك ديزنتري برضه والله ما بتفرق دي الاميبا الانداميبا دي بار الانداميبا هيستوليتيكال بتافكت الكولون بس هنا الكتاب برضه عامل ناصح بقى قال لك الاولانيه بتافكت الريكتم الاول نفس فكره الالسيرتيف كولايتس وكرونز ديزيز هنا بقى الاميبا قال لك بتافكت الاسندنج كولون اكتر ماشي يا عم ولا تزعل احنا بتوعك يعني افكتنج الاسندنج كولون وعلى فكره دي اكتبي عليها عشان العملي والله بكتشف فيهم صفات حميده حاولوا يربطوا بين الاثنين لان عندنا الجار بتاع الاميبا فعلا واخدين للامانه او لاقينه في الاسندنج كولون والسيكم صح هيقول الحق ايه ده هم صح هم مظبوطين صح حلو قوي طيب يعمل ايه بقى شوفي العكس برضه بيحاول يفرق لك بين الاثنين الاميبا بتشتغل ازاي يا اولاد يمكن انتوا لسه ما تعرفوش ما بتطلعش توكسنز ولا نيله الاميبا بتطلع حاجه اسمها بروتيوليتيك انزيمز فتبدا تحفر كل مجموعه تعمل لنفسها حفره كده ارسم جنبها الانسرز دي تعمل حاجه اسمها فلاسك شيب ألسر اللي هي ديب ألسر بتوصل لغايه الماسكيلوزا طب ليه هي وصلت كده دكتور فيصل ان البروتيوليتيك انزيم عمال يحرق سهل قوي الميوكوزا والسب ميوكوزا زي الايه تشيز كيك زي الجاتو سهلين لكن عند المصل لا في بقى فاشيا وثيك ممبرين فما تعرفش تخرم فتفرش بالعرض فتلاقي الالسر نازله رفيعه قوي دكتور مجد وبعدين تفرش تحت كده تعمل منظر الفلاسكا بتاعت البايو كيمستري بيسموها ديب اندر مايند ألسر الكلمه المهمه انه جنب كل ألسر والثانيه الميوكوزا از نورمال عشان لو شكيت ان دي سودو ممبرينس سودو ممبرينس بياخد كل دي هي تقطع على بعضها انما ده لا ده بيبقى بالتبسيط المريح ليه؟ انا بحفر هنا وانت بتحفري عندك هناك الميوكوزا بالناس سليمه الارض سليمه نو بروبلم لكن لو حد حدف حاجه علينا الارض كلها تتوسع القصه تانيه فيبقى عندنا هنا اهو يبقى الاميبا الكلام المهم اللي فيها انها افكتنج الرايت سايد اللي هو السيكم والاسندنج كولون رقم اثنين انها بتعمل حاجه اسمها ديب فلاسك شيب ألسر نمره ثلاثه الميوكوزا ان بتوين از نورمال وكل ده نتيجه ده يا دكتوره مجد عشان الكتاب مش موضح بروتيوليتيك انزيمز انها مش توكسن بروديوسر بالدرجه الاولى هي المهم انها بتطلع بروتيوليتيك انزيمز ده الاهم بالنسبه لي تمام؟ طيب تحت الميكروسكوب انك تشوف الاميبا اقسم بالله نفسي اشوفها يعني الواحد عاش كتير وقليل عمر ما حد خد لنا مره عينه من اميبا نفسي اشخصها يقول لك الاميبا بيبقى لارج اوفل او راوند اورجانيزم 25 مايكرون وحواليها كلير زون اللي هي بتطلع بروتيك انزيمز ومعها شويه كرونيك انفلاماتوري سيلز اند فايبروز كلام نظري كله نفسي وبعدين افتكرت مره زمان الواحد بيبقى عنده دايما عارفه ما يعرفش خبرات الاخرين فدايما مختلط في نفسه انه اقل وبعدين فوجئت في مره عاملين لنا اجتماع في مؤتمر ومع قسم البطوله ناس كتير ليه والدكتور بيورينا حاله كلنا مش عارفين دي ايه عارفين لغايه طلعت هي دي الاميبا يعني انت متخيل انه اساطير ناس كل واحد فينا فكر في كل حاجه اكسنتريك سرطان ايه اورام ايه مش عارف ايه الكلام ده كان من 15 عرفت بقى ان كله حبيب زي يعني ايه مش بس انا قلت نفسي اشوف حاله اميبا يعني دايما ايه اميبا 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 منتشره
وقلنا طب ما نشوف الاميبا دي حد يبعتها لنا تمام. الا ما في اميبا بتيجي خالص. فليه مره الدكتور فرحان قوي بصور العين، قلت بس الاساطين بقى هيتكلموا. كل واحد بقى ايه قاعد يهجس وبتاع فوقيه لك دي الاميبا، طب هي دي الاميبا اخيرا وده مش ده اللي شغف نظري، كل الباقي دول ما حدش عارف ان دي اميبا، يعني مش انا بس انا كله. طب الحمد لله اذا كان كده يبقى كويس، دي سمثينج فيري جود. طيب نيجي للكومبليكيشن حق يتقال ولا ده بعد النقد الذاتي. في برضه هنا نفس الكلام، مش بتعمل انسر دكتور يبقى المشاكل ايه عند حضرتك؟ ما نستهبلش بقى. ومش بتعمل اريتيشن زي اللي فاتت يبقى برضه مشكلتين اياهم، البرولابس والانترسبشن مع سعادتك اهو، خايف من ايه؟ تمام؟ يبقى نفس الكلام هتلاقيه مكتوب ريكتال برولابس وانترسبشن وهيلينج باي فايبروزز. الجديد بقى هنا ايه؟ حاجه اسمها الاميبوما اللي هي بتبقى امابيك جرانيوليشن تيشو في الوول، اللي هو ساعات لما يبقى الوول يبقى فيه فايبروزز فالاميبا بتتجمع في الوول كده وتعمل ماس. طبعا هي المفروض يزود الكتاب معلش برضه جه بعيد عندي، انه بيبقى معاها سكندري انفكشن، يعني بيبقى معاها التهاب ويمكن صديد كمان، فبيعمل لنا ماس كبيره تؤدي الى جرانيوليشن. الاميبا لوحدها ما تعملش، داز نوت ستيميليت الجاري لوحدها للامانه يعني. فبالتالي ممكن تعمل ماس الدكتور يفتكرها كانسر، في الاخر بتبقى مفاجاه مفرحه ان تبقى انفلاماتوري ماس، فبيسموها ايه؟ اميبوما كنايه عن الاميبا. غير بقى مساله السبريد، ان الاميبا بتتحرك وممكن تروح عن طريق البلاد لمين؟ اهم حاجه بلاد سبريد للليفر، تعمل حاجه اسمها اميبيك ليفر ابسس هناخده في الليفر ده مهم. وساعات بتعمل بيري انال سبريد، سبريد من الريكتر جنب الانس كده وتجنن العيان هارش بقى وتعمل له ألسرز ونيلة من تحت الجلد تمام. برضو ما شفناهاش قبل كده لكن بنسمع عنها دايما مور اور ليس. كتاب بقى معرفش يعني كله فصادن كده جه في باله يفكرك بحاجه اسمها الانتي بايوتيك اسوشيتد كولايتس. دي اولاد بنشوفها انا يعني كلينيكال بشوفها كتير قوي مع بعض الناس اللي بيستخدموا الدواء الشهير اسمه ايه الانتي بايوتيك؟ ايه؟ اوجمنتين. برافو عليك. اوجمنتين اهو برافو عليك. اوجمنتين بالذات مع الاوجمنتين ده في كتير قوي من الناس بالذات الاطفال يجي لهم معاه اتاكس وضيريه رهيبه. بيعمل حاجه اسمها بيسبرس النورمال فلورا اوف ذا كولون، فبيدي فرصه لبعض الميكروبات ريزيستنس انها تفلير اب وتعمل سودو ممبرينس كولايتس. طب يعني ده نوع من انواع السودو ممبرينس كولايتس، ليه حطوا لوحده بقى انتي بايوتيك تبقى جنبيه بس تقطع كلمه سودو ممبرينس؟ اوكي اللي هو ايه يعني دي يعني اذا ربما حد يقول لك ايه اخر اخر كلمه فيها سودو ممبرينس كولايتس كده ريجاردنج ايه الانتي بايوتيك يعني حبوا يزودوا يعني يعملوا انجاز. هنا طبعا هي نفس فكره السنتاريا. طبعا في واحده خدناها في الجنرال اللي هي بالهارسيا، الهارسيا ذات برضه بتؤدي الى طبعا دوزنتاريا. اوكي كده يبقى تمام قوي. نيجي على الابندكس، حد عنده سؤال في الحته بتاعت الديزنتري دي يا اولاد اي مكان؟ اتفضل. ايه ده؟ والله شوفي هي طبعا الامابيك والباسيلري مهمين بس طبعا بعد فار اواي بعد الالسيراتيف كولايتس اوف كرونز ديزيز، لان ما فيش شايف ما فيش كلام عدل قوي يعني يتقال. انما برضه هم ممكن من الخيابه يقول لك كلميني عن ابيدك ديزنتري مثلا كومبليكيشن، يعني في كومبليكيشن حته على بعضها حلو مش كل الناس فاهمه بقى وبترتب كله بيصم، لكن انت بالنسبه لك سهل قوي تقول لي هو ما احنا ياما قلنا بقى ألسريشن وبلينجو فايبروزز ورينكتال برولاب كلام ايوه بالنسبه لك انت، انما بلينجو الاسنان ده بواصل ويتحفز ويتنسي تحفز وهيجي ومش هيحط خط برضه. فده سؤال طبعا لا مهم، الكومبليكيشنز بالذات بتاعتهم ألسريت كولايتس او السودو ممبرينس دي برضه مهمه. طب نيجي بقى لاخر حاجه اللي هي عشان تحس بالانتعاش الزائده الدوديه الابندكس، وعايز حضرتك بس ايه الابندسايتس برضه الموضوع المهم اللي فيه هو الكومبليكيشنز. عندنا جار وعندنا سلايد يعني في العملي معانا كمان، فبالتالي ما دام في العملي معانا عرضه ان انت لما تقعد في الشفا وقصاده يسالك فيها. فعايزك تصحصح معايا كده شويه 10 مينتس وهنمشي على طول، انت برضه خدت كميه حلوه. اولا الابندكس كلنا عارفين ان عضو ضامر لا يستخدم بلايند اند تراك في الجي اي تي، وبتمتاز انها مليانه ليمفويد فوليكلز. طيب حلو قوي. دلوقتي لو الابندكس دي حصل فيها التهاب، كلنا عارفين حتى الناس يعني عامه الناس عارفه انه عشان الابندكس تلتهب لازم يحصل فيها ايه؟ اوبستراكشن لازم تنسد، يعني الناس كلها عارفه لدرجه واحد قال لي طب انت عارف منين الناس كلها عارفه يعني انت كده دارس الشعب؟ يعني لا بس دايما بلاحظ ان في بعض الناس بتخاف تاكل حاجه فيها بذر،
ريفلكس سد الابندكس يعني اديني الشوكي الجوافه واخد بالك. مره واحد بيقول لي المانجا، طب المانجا احمر هياكل بالزهق انت بتزهق قد كده بتسد مراوحه، يقول لك ما باكلش البذر او ما بحبش الفراوله عشان فيها الفراوله فيها بذر برضه، اي حاجه يعني اي هاجس وهو بيتلكك يعني. فده تقعد جنبه او تعزمه، احنا بنحب يعني عايز اعزومه ملك هي اي كلام، عايزين اكل شوكي مثلا في الصين وبعدين عارفه انه خوف، بس خد بالك احسن بذره تسد. لا بلاش بلاش، تعالى من عزمك. لا 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 شكرا يعني. فليه ليه ليه بقى اللي الناس دي ناس فهماها اللي الناس ما يفهمهمش حتى الدكاتره بقى، لماذا الاوبستراكشن مهم في حدوث الابنسايتس دونا عن جميع كل الجي اي دي؟ ما الجي اي دي احنا قاعدين نلعب سنسافير والتهابات ده من غير انسداد ولا حاجه، اشمعنى يعني جت على الابندكس؟ عشان ايه؟ لا طب ده قلع دي بلايند اند يعني اديله، بالعكس هي عشان الابندكس مليانه ليمفويد فوليكلز ففيها جهاز مناعي قوي لدرجه ان هم بيقولوا على الابندكس دي عامله زي التومسنز. فانت اي ميكروب هيجي طب قال لي طب حلو لو حصل اوبستراكشن هيحصل ايه؟ لا مع الاوبستراكشن السكريشن هتتحوش هنا فتعمل كومبريشن على الوول فتقفل لك الليمفاتكس، فالميكروب يبرطع لوحده بروحه هنا مع الميوكس كمان، وبالتالي يبقى في فرصه لحدوث الانفكشن او الانفلاميشن. وانس ان البروسيس بدات كل سنه وانت طيب بقى خلاص، بس انت عايز تبدأها، انما حط له الميكروب هنا ولا هيحصل حاجه. وعشان كده مين اكتر ناس يجي لهم ابنسايتس رغم انف الكتاب؟ انتوا بعد الشر يعني اللي هي من بعد سن 12 سنه لغايه الجولدن ايج لغايه 25 مثلا ال 28 سنه. انت عارفه لو لقينا ابندسايتس تحت ست خمس سنوات او فوق 40 سنه دي حاجه غريبه قوي. ده معناه انه يا اما راجل كبير هلف غير ناضج عيل تافه يعني، لا طبعا ما ينفعش قصدي كده، يا اما غالبا عنده تيومر بعد الشر بقى. في تيومرز هي بقى دكتور زيزو اللي بتسد الابندكس. وعشان كده لازم تتفحص كويس قوي. طب ولو طفل؟ لا غالبا الطفل اللي بيشتكي من الاعراض الزايده بتطلع في الاخر فيروس. وما كانش يتساهل انها تتشال. هو الدكتور مش هيرحم هيشيل هيشيل. طب جربي تطلعي من هنا روحي لاي دكتور جراحه قولي له جنبي بيوجعني. هتطلعي شايل ازاي؟ اتحداك. ده انا نزلت ناس من عيادات دكاتره بيربط البنطلون في الشارع. هربا. يعني يبقى بيكلمني وعنده دكتور يقول لي على فكره قريبه بقى او صاحبه يموتوا في الاستشارات المجانيه على طول. فايه بيكلمني الحقنا يقول ده انا هعمل عمليه ازاي ده وصيتك العياده زي ده ليه انت مالك؟ لا اصل جنبي بيوجعني ورحت للدكتور انزل فورا. الدكتور بيجهز ترابيزه العمليات. ده خلاص ده انا بلم فلوس ديبوزيت. انزل بسرعه. في واحد نط من الشباك يعني واحد جه يضرب الدكتور قفل العياده هتعمل عمليه هتعمل عمليه. كانوا زمان بيعملوا العمليات في العيادات حتى الزايده دي زي اللوز في العياده تمام. هتلسه هتروح مستشفى؟ هنستنى خبط على دماغه وافتح على طول حاجه زي المطبخ اللي هنا ده وخلص نفسك واطلع بالزايده على طول واطلع بالفلوس. فالمهم ايه المساله يا ولاد؟ مش كل واحد يجي له وجع في جنبه، في ناس عندها وساوس، في ناس حتى طلبه بيقرا المرض من هنا ويبدا يطبقوا عليه يعني يلزقوا عليه على طول. ايه ده؟ في ايه؟ لما يقول ده تتحرك كده دي بتتحرك فعلا ايه ده؟ فلا هون على نفسك المساله مش كده. طيب المهم بقى حضرتك يبقى تاني يبقى الانفلاميشن هو اكيوت انفلاميشن كنا درسناه زمان في الجنرال الله يلعن ابو الجنرال ده شيء بيقولوا عليه اكيوت ديفيوز سبريتيف. ديفيوز يعني ايه يا دكتور امان؟ يعني بيضرب الوول كله. وسبريتيف يعني في باس فلازم يبقى فيه نكروسز. دي الميكروب اللي هو بيسموه ستافيلوكوكاي او الاي كولاي او الستريتولاي ميكروب يعني بايوجينيك اورجانيزم. وبعدين يبدا هذا الميكروب بقى ايه يتولد وينتشر زي ما بيقول. لازم يبقى فيه اوبستراكشن ده شرط رئيسي الدكتور فيصل. قلت له كاتب لك بقى ايه اللي يسد؟ يقول لك السيدز البذور بذر البطيخ بذر التين الشوكي. بيقول لك في كوليت اللي انا قلت لكم عليها قبل كده في كوليت ليها هارد في كلمات على فكره دي اكتر حاجه. عمري ما فتحت ابندكس لقيت فيها مثلا حبات رز ولا بذره مانجا ولا كوخ ولا تين شوكي. لا دايما بنلاقي ستولز سدانه حاجه تقرف يعني ستولز ناشفه. نفسي مره الاقي حاجه من الحاجات اللي بيقولوا عليها دي. فورين بادي يقول لك فورين بادي. هو فورين بادي ابن الكلب اللي انت اكلته وفضل نازل وراح تنشن على الابندكس وراح واقف لك فيها كده سددها لك يعني ده ابن كلب فعلا يعني حاجه فظيعه. يبقى في كوليت هارد فود ريزيديوز
ريتي ديزيز تقول لي ازاي ريزيز سيدز سيدز بذور قاعدين بنزرع ده مؤاخذة في الأبندي طيب الليمفويد هايبر بليزيا ده من الحقيقة يعني أكارسينويد تيومر حلو برضه الهايبر بليزيا دي صعب إنها توصل لدرجة تعمل أوبستراكشن دي مبالغات فج الحقيقة أكيوت إنفلاميشن دي حلو قوي بيقول لك إيه برضه إيه فولوينج أبص 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 starts in the mucosa following ABHD. Professor, you know what ABHD is? ABHD in the ABHD. اللي هو برافو عليه ليه؟ باتوكس ابريتش دي حتى بيسموها بريتش بيبي الانفاجينيشن اوف ذا ابثيريا اللي هي نتيجه الكومبريشن زي ما قلنا خدت بالك؟ طب ما نكتبها بطريقه احسن نقول ايه ان في عندنا تمام دامج او كومبريشن اوف ذا ميكوزا تمام فبالتالي تؤدي الى سبريد اوف ذا انفكشن للوول اوكي وطبعا باس فاكتب عليه جنرال يعني هنا ايه ده كلام جنرال بقى اللي هو الايه الميكانيزم اوف باس فورميشن اللي هو فاكرين كان يبدا الاول نيكروسس وبعدين الاتراكشن اوف نيوتروفيل ثم اللايسس زي ما اتفقنا المشكله عندنا في الكومبليكيشنز بقى هي دي سؤال وللاسف الكتاب برضو ايه رغم انه حاطط 1 2 3 4 5 6 7 البوينتس بتاعته عايزين نوضحها شويه اولا في مشاكل انت تقدر تختلطها سهل قوي لو سالنا البواب اللي تحت وانا اسف يعني قلت له عندنا حاله زايده فوق تخاف من ايه ممكن عايزين نلحق يقول الحق قدام المستشفى بسرعه عشان يحصل لها ايه رابتشر والرابتشر يؤدي هناك الى بيريتونايتس يبقى رابتشر وبيريتونايتس الطالب بقى اللي عدى على الجنرال باثولوجي وحصل عنده توقف في النمو بتاعه ما كملش بعد كده تعليمه برضه عارف انه اي انفلاميشن وبالذات الصديد ممكن يعمل حاجه اسمها سبريد دايركت وليمفاتيك بلوك فنشوف المشاكل يعني سهل على نفسك الاول يبقى رقم واحد ممكن رابتشر رقم اثنين ممكن يحصل عندنا بيريتونايتس رقم ثلاثة ممكن يحصل عندنا سبريد دايركت وليمفاتيك بلوك كل ده كلام حلو ثم غرغرينا ليه بقى غرغرينا ما بنحفظش حاجه زي البلبلات لانه الابنديكولار ارتري ماشي هنا في الميزو ابندكس فممكن يحصل سبريد اوف انفكشن ثرومب اوف ليبايتس ويحصل انسداد فيه فيبقى فيه جانجرين غرغرينا هتعمل لنا مويست جانجرين للاسف الشديد في هذا تمام السياق تمام كده لغايه كده المشاكل السؤال فاضل مشكله كمان تمام اللي هي رقم خمسه سهل انه الاكيوت تتحول الى كرونيك حضرتك في ناس ما بتسمعش كلام الدكاتره اللي هي عايزه تعمل عمليات وخلاص تقول يقول لك ما تاخدش مسكن ما تاخدش انتي بايوتيك لا انا هاخد انتي بايوتيك واخد مسكن هي مش هتخف بس هتحول من اكيوت الى كرونيك الالم يخف قوي والصديد يحصل له ابزوربشن بنسبه كبيره وتبقى ايه العيان ماشي متحسن كده لمده سنه او اثنين او ثلاثه كمان لكن مش طبيعي 100% يبقى دي ريجاردنج الكرونيستي كمان دي المشاكل في عندي بقى مشكلتين انا واقف عندهم يمكن لوحدك ما تقدرش تستوعبهم فخليني معاك فيهم ايه هما؟ ارسمها لك تاني اهو ادي القولون اهو ودي السمول انتستن ودي الابندكس هنا اهي صغننه دي حمكم الله ايه وهنا دي الاستومك كمان تحت القولون على طول هنا بيقول لك ساعات لما الانفلاميشن يوصل دكتور زيزو لغايه السيرفيس اوف ذا ابندكس في انفلاميشن وفايبرين ده بيعمل اتراكشن لحاجه اسمها البوليس مان اوف ذا ابدومين جريتر مومنتوم يجي مع اللوبس اوف انتستن اللي حواليها ويلفوا حوالين الابندكس كده يخفوها يخبوها عارف ان هو بيداري الفضيحه او بيكتم زي اي 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 ده الجريتر مومنتوم بس متوسخ حبتين ودي الابندكس يجي يلف حواليه كده شفت الصوره مالها ليه عمل كده ربنا قال لك دي بيسموها ابنديكولار ماس دي عشان لو حصل ان الابندكس فرقعت يا زيزو تفرقع في الحته دي ما تفرقعش في البطن كلها فبيسموها ابنديكولار ماس ولو فرقع الابندكس فيسموها ابنديكولار ابسس يعني بيسموها ابسس يبقى رابتشر عمل ابسس الابسس ده لوكالايز اوكي وعشان كده الجراح دايما حويط لما بيكشف على العيان وتيجي تقول له انا عندي عيان عنده زايده تاخد كام وتعمل له العمليه اتحداك لو قال لك رقم مستحيل يقول لك لا لازم اكشف على العيان بنفسي مش انا اللي هعمل العمليه يقول له ما انا كشفت وعنده زايده انت ما تعرفش اذ ربما يكون عنده معاها ابنديكولار ماس دي بدل ما كنت هاخد 10000 جنيه في الزايده عايز 50
ليه حضرتك؟ تقول لك لا اصل فيها فص انتستن وتوصيل ومش بعيد عن البعيد يجيله بيريتونايتس وانا بفتح ويلبس لي اسبوع في المستشفى، مين اللي هيشيل التكاليف؟ ممكن يقدم فيا بلاغ بعد كده لما يطلع عيان حقير وتعبان يروح يقول لك ده الدكتور عمل فيا فاستلني، عمل لي فيستل، عمل لي بتاع، لازم اصرف على المحامين، فعايز 50,000 على الاقل يعني، اقل واجب يعني. لكن لو هي زايده عاديه او زايده اللي مش زايده، لو العيان بيبقى عادي بقول لك صوري شحط كده انت نايمه وجه بايدين اتنين راح دايس جنب، طبعا هتسرحي شوف عندك الزايده افتح بسرعه. ما انا ياما شفت حالات على الميكروسكوب الزايده احسن من بتاعتي وبتاعتك ودكتور شخصيه شفتها ليه دي؟ العيان بيتقلش يعني عنده ابنسايتس، فين الايتس؟ نفسي اشوف ايتس ايه واحده ولازم اجنبه، فبكتب له مايلد ابنسايتس. انا كان عنده برد لا مؤاخذه ولا يهمه، بقول لك وماله؟ مش فيها كلمه ايتس ملهاش حماره، يقرا كلمه ايتس شفت انقذت حياتك يا كلب تمام. فبالتالي احمد ربنا بقى، ثم بلاش فايده يقول لك طمنا فتحنا شفنا العفشه كله تمام مفيش مشكله، الدكاتره ما بيغلبوش يعني. فهمت حته افنديك للماس دي ولا ايه الحكايه؟ ولا نرجع نقول تاني؟ اصحى معايا. طيب ثم اخيرا بقى إيه، لو الابندكس كرونيك مسدوده كده تبدا تحوش ميوكس داخلها، الميوكس ده يبدا يزيد بمرور الوقت ويعمل لنا حاجه اسمها ميوكوسيل. ميوكوسيل يا اولاد اللي هي كيس مليان مخاط او ميوكس، والميوكوسيل ده ساعات بيرابتشر في الابدومن ولا في الاب، بس هو الكتاب الحقيقه مش كاتب، انا بضرب عيني فيها دلوقتي فالحمد لله مش هزود لك معلومات عن الكتاب يعني مش ناقصين بلاوي يعني. طيب صدقتني بقى عشان انتوا بتكذبوني دايما، رقم 7 اقرا كده، لو حصل باص على الميوكوسيل بصوا بيسموها ايه؟ كذبوني امبايما، سمعت الكلمه دي قبل كده يا ابني؟ امبايما فاكرينها بتاعت البلور، واول كلمه قلتها لك ان الكتاب غلطان، ان كلمه امبايما دي كلمه عامه شائعه، ان امبايما لوحدها دي تمشي في الجول بلادر في الابندكس تمام في الاوفري في البلورا، لازم يقول لي امبايما ثوراكس او امبايما اوف ذا بلورا عشان افهم انت قصدك البلورا يا ناصر، بدليل او قال لك اهو فورمز امبايما باك اوف باس، ان يبقى الابندكس بقت باك اوف باس تستاهل الاستئصال الاستئصال فور اكزامبل. خلاص يبقى عندنا هنا اهو بيرفوريشن او رابتشر جانجرين ابندكولار ماس كرونيسيتي ميوكوسيل اوف ذا ابندكس اند اللي هي الامبايما اللي هو باس اون توب اوف ميوكوسيل فور اكزامبل. حد عنده اي سؤال او استفسار؟ خدنا شويه انتهابات حلوه النهارده ان شاء الله. فكرونا بقى الخميس عايزينها امتى؟ 7:30 ولا 5؟ ايه؟